اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى اموركم تكون كلها بخير وعلى خير. كيف ما وعدتكم في الفيديو السابق اللي حضرنا فيه ثلاثه الانواع ديال الحليب الطبيعي المنزلي، فاليوم بهذاك الحليب غادي نحضروا ثلاثه الانواع ديال العصائر الصحيه مليون بالمئه. كل عصير كينسيك في عصير، لا من ناحيه المذاق ولا من ناحيه المكونات، غينفعكم بزاف في رمضان، خصوصا لانهم كيعطيو الجسم واحد الطاقه كبيره، وحتى من هذيك السخفه ما كتوقعش نهائيا. غير اول مرة كتشاهدوا القناة، مرحبا بكم، ما تنساوش ديروا لي اشتراك، عفوا خليوا لي لايك، خليوا لي واحد تعليق، كلمة طيبة، نقطة او لا غير شي مخ صفر من هذوك المخيط الصفر اللي كاينين. وبلا ما نطول عليكم الفيديو، يلا نبداو. بالنسبه للعصير الاول غادي نحتاج ليه العنب المجفف او لا الزبيب. بالنسبه للزبيب دائما في الوصفات خدموا بهذا الزبيب اللي كيكون كحل، لانه كيكون فيه واحد المنافع كبيره بزاف على الجسم ديالنا، وكيف ما كنقولوا راه الزبيب الكحل دقه بطل الفقر الدم. غنحتاج كذلك لواحد الكميه ديال التمر. بالنسبه للتمر اللي استعملته فهو داك التمر اللي كيكون سكري، كيكون هو زيت حلاوه على الانواع الاخرى ديال التمر. وغادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الزنجلان. انا الزنجلان كاع ما حمرته نهائيا، ضفته بحال هكذاك، ممكن تزيدوا الكميه ديالو. والزنجلان راه مفيد بزاف بزاف لفقر الدم. غادي نضيف واحد النغيزه ديال القرفه، غير شي شويه ماشي بزاف، وواحد معلقه كبيره ديال ماء الزهر. وكيبقى احسن حليب اللي غادي نضيفوه لهذا العصير هو الحليب ديال اللوز، كيتواتى بزاف مع هذوك المكونات كلهم اللي كاينين. وبالنسبه للكميه راه كتبقى على حسابكم، نتوما بغيتوا العصير ثقيل او لا بغيتوه خفيف، نتوما كتزيدوا او لا كتنقصوا في هذه المكونات. بالنسبه لهذا العصير فانا ما غاديش نزيد ليه السكر نهائيا، لانه الزبيب والتمر راهم حلوين. وهذا العصير ملي كتكونوا كتشربوه كيجيب لكم الله بحال جالسين في شي عرس او في شي مناسبه، بفضل هذوك المكونات اللي فيه ديال القرفه والزهر اللي ممكن انكم تستغناو عليهم او لا تجربوهم غير في واحد الكاس مثلا الا ما كانش كيعجبكم المذاق ديالهم. ودائما ما كنستهلكوا العصير حتى كنبردوه جيدا. بالنسبه للعصير الثاني، هذا العصير خفيف ظريف وساهل وكيجي منعش. غادي نحتاج ليه واحد الكميه صغيره ديال الاناناس اللي قطعته مربعات صغيره. وافضل حليب اللي كيتواتى مع الاناناس هو الحليب ديال جوز الهند، وهذا العصير كيجي زوين بزاف. وكاضافات راه ممكن انكم تزيدوا ليه المونغ او لا تزيدوا ليه الموز. انا الموز هنا ما غاديش نضيفه ليه لانني غادي نستعمله في العصير الاخراني. وصافي، وغادي نطحن هاد المكونات جيدا. بالنسبه للسكر انا ما غاديش نضيفه في هاد العصير، الا بغيتو تضيفوه ضيفوه، بغيتو تعوضوه بالعسل او لا بغيتو هاد العصير يجيكم واعر وزوين بزاف غادي تضيفوا ليه واحد شويه ديال الحليب المركز المحلى نسلي، كيجي فيه زوين بزاف. بالنسبه للعصير الثالث غادي ناخذ واحد الكاس ديال الحليب الشوفان. وبالنسبه لهاد الانواع كلها ديال الحليب راه غادي تلقاو الوصفه في الفيديو اللي قبل. غناخذ واحد الكاس ديال الحليب ديال الشوفان، وغادي نزيد ليه معلقه صغيره ديال بذور الشيا اللي غنيه عن التعريف ورائعه جدا جدا للجسم ديالنا. غادي ناخذ داك الشوفان وغادي نخليه منقوع على الاقل ساعتين. دائما بذور الشيا ما كنخدموا بها حتى كنرقدوها ساعتين، يا اما في الماء يا اما في الحليب على حسب معاش غادي نستهلكوها. وممنوع اننا نستهلكوها مباشره لانها كتسبب في مشاكل في الجهاز الهضمي. دائما كنقعوها على الاقل واحد ساعتين. من بعد هاد الحليب اللي درنا فيه بذور الشيا كنزيدوا ليه واحد الكميه ديال التمر اللي كيبقى على حسب الاختيار او على حسب عدد الافراد الاسره اللي عندكم. وغادي نضيف واحد البنانه او حبه موز واحده، وهنايا غادي نزيد الحليب ديال الشوفان لانه ديك الكميه ما غاديش تكفاني. صافي، وغنطحن هاد المكونات جيدا مع بعض. هنا راه ممكن تركزوا هاد العصير وتزيدوا واحد المعلقه مازال او جوج معالق ديال الشوفان. وهاد العصير كنصح به بزاف الناس اللي كيديروا لاصال، وخصوصا الدراري اللي كيديروا لاصال كيبقى احسن عصير يشربوه من بعد الرياضه. هو هذا كله طاقة، كيعطي الجسم واحد الطاقة كبيرة. وبطبيعة الحال هاد العصائر كلها راه لذيذة وزوينة بزاف. وصلنا لنهاية الفيديو، إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا ليا لايك، ونتلاقاو إن شاء الله في الفيديو القادم. إلى اللقاء.